السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء. النهاردة في المحاضرة الرابعة هنتكلم مع بعض عن الفصل الرابع اللي هنتكلم فيه عن إدارة الابتكار. يبقى احنا عرفنا المحاضرة السابقة ثقافة الابتكار، يعني ايه ابتكار، الفرق بينه وبين الإبداع والاختراع، المفاهيم دي ذات الصلة بيه. النهاردة عايزين، أو في المحاضرة دي عايزين نعرف مع بعض، طيب ازاي ندير الابتكار؟ لان احنا بطبيعه الحال احنا يعني في كليه التجاره قسم اداره الاعمال، فعايزين نشوف ندير بقى الموضوع المهم اللي زي كده اللي هو الابتكار، نديره ازاي. وده بينقلنا للفصل الرابع بتاعنا اللي بنتكلم فيه عن اداره الابتكار. هنتكلم عن دوره حياه الابتكار ونظريات إدارة الابتكار والإدارة الفعالة للابتكار. في البداية طبعاً لازم نبقى متفقين مع بعض إنه أدى كل من قصر دورة حياة التكنولوجيا ومن ثم السلع المعتمدة عليها وتزايد توقعات العملاء وتنوعها وتعقد احتياجاتهم إلى طلب غير مسبوق على الأفكار الابتكارية الجديدة الإبداعية من قبل الكيانات الاقتصادية أو المنظمات. طيب يعني إيه قصر دورة حياة التكنولوجيا؟ التلاجة اللي عندنا في البيت، السلع المعمرة عموما دورة حياتها طويلة، يعني كل كام سنة لما ممكن نلاقي مثلا في تغيير حصل على تصنيع التلاجة أو الغسالة اللي بنسميها السلع المعمرة. لكن السلع اللي معتمدة بالأكتر على التكنولوجيا زي التلفزيون، زي اللابتوب، زي الموبايلات، زي التاب، الحاجات كتير قوي معتمدة على التكنولوجيا. التكنولوجيا بتتطور باستمرار، كل ساعة في جديد، وده بالتالي بيؤدي لقصر دورة حياة المنتج المعتمد على التكنولوجيا. يعني الموبايل مثلا نوكيا وبتاع، مفيش، قعد حاجة بسيطة قوي وخلص واختفى وظهر غيره وظهر غيره وهكذا وهكذا. الأجيال بتتعاقب بسرعة قوي في المنتجات التكنولوجية. ليه؟ علشان دورة حياتها قصيرة، ما بتعيش كتير، كل ثانية في جديد في المجال التكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكده. فده من ناحية. وتزايد توقعات العملاء، ما احنا كل ما مع تطور التكنولوجي بتتطور الإنسان، احتياجاته متجددة وملوش سقف، يعني طموحه وأحلامه واحتياجاته ملاش سقف، يعني تشبع له حاجة تطلع حاجة تانية، تشبع له حاجة تطلع حاجة تانية وهكذا. يبقى ده باستمرار خلى المنظمات عينها على طول بتدور على ازاي نقدم افكار ابداعيه وابتكارات ومنتجات ابداعيه سواء سلع او خدمات للعملاء بتوعنا عشان نقدر ان احنا نستمر في السوق. يبقى بيتطلب تلبيه الطلب المتزايد ده امرين، حاجه يعني حاجتين من الاثنين لازم اقوم بيهم. اول حاجه ان انا ارجع للمستهلك النهائي، العميل بتاعي، العميل بتاع المنتج بتاعي سواء كانت سلعه او خدمه، على حسب أنا منظمة سلعية ولا خدمية. ده مفروض أن أنا بعتبره أهم المصادر الرئيسية للأفكار الجديدة. يعني مش عيب أبدا ولا غلط أن أنا أسأل العملاء بتوعي أنتوا إيه اللي نفسكم فيه، يعني إيه الأفكار، قدمولي أفكار إبداعية، أفكار جديدة ألبي بيها احتياجاتكم. أنتوا ما تقولوليش بس احتياجاتكم وتسيبوني أنا محتاس لوحدي، لا، أنتوا فكروا وقولولي أفكار إبداعية جديدة تشبع احتياجاتكم الجديدة دي والمتجددة باستمرار. يبقى هما المصدر الأساسي لي أعمل بحوث تسويق وأنزل أسألهم عن آرائهم بشكل أو بآخر، أو بشكل إلكتروني أو بأي وسيلة كان. أسألهم إزاي أقدر أحسن المنتجات بتاعتي، إزاي أخليها تعجبكم أكتر وتلبي احتياجاتكم. هي كانت عجباكم قبل كده، كانت عجباكم مبارح، بس ممكن متعجبكوش النهاردة أو متعجبكوش بكرة. فقولولي أفكاركم، ايه اللي اعمله، ايه التغييرات اللي اعملها في المنتج بتاعي، اضيف عليه ايه واحذف ايه او اعمل ايه، افصل لكم منتج ايه على مقاس احتياجاتكم، بحيث ان انتوا تفضلوا تشتروا مني وافضل شغال في السوق، تفضلوا العملاء بتوعي. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، ضرورة تبني الكيانات الاقتصادية اللي هي المنظمات لاستراتيجيات داعمة للأنشطة المتعلقة بالابتكار. يبقى مش بس ان انا بعتمد على العملاء بتوعي واخد منهم افكار جديده ويعني وابني علاقات طويله الاجل معاهم، مش بس كده، كمان احط
استراتيجيات او اتبع استراتيجيات بتدعم الايه انتاج الابتكارات والحاجات الجديده. طيب يبقى الابتكار زيه زي اي مهمه من مهام الاعمال بتتطلب اداره قائمه على منهج علمي وقواعد بتحكمها وادوات بتستخدمها. طالما قلنا كلمه اداره، طالما قلنا كلمه اداره في اي مجال من المجالات اللي خلقها ربنا، يبقى لازم هتكلم في اربع حاجات هيهمني. المرحله الاولى اعمل تخطيط، وبعدين اعمل تنظيم، وبعدين اعمل توجيه، وبعدين اعمل رقابه، وبعد كده اشوف انا عايز اعمل ايه. يعني اداره اي حاجه في الدنيا عباره عن تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابه لاي حاجه في الدنيا دي. طيب لو سالنا نفسنا سؤال وقلنا ان عمليه انتاج الابتكارات عمليه فرديه، لو انا معاكم في المحاضره هسالكم السؤال ده واستنى منكم رد، هل عمليه انتاج الابتكارات عمليه فرديه؟ فهتقولوا لي، متوقعه اجابتكم الصحيحه، ان انتوا تقولوا لي لا والله العباره دي غلط، لان لم تعد عمليه انتاج الابتكارات عمليه فرديه، واحد بس هو اللي مسؤول، او خلاص يا عم احنا مالنا، المدير بقى هو اللي مسؤول، هو بقى اللي هو المخ نضيف، هو اللي يشغل مخه بقى ويتصرف. لا مفيش الكلام ده، هي مش مسؤوليه واحد بس ولا فرد واحد في الشركه، وانما مسؤوليتنا كلنا. يبقى مسؤوليه كل عامل في الشركه وبالاعتماد على خبراتهم الذاتية أو على التجربة والخطأ عشان يطوروا أو يوجدوا حلول مبتكرة لما يقابلهم في مجتمعاتهم أو منظماتهم من مشكلات. يبقى هنا لازم نطور نظام علمي جديد في علوم الإدارة اسمه علم إدارة الابتكار. إزاي أدير الابتكار عشان أعمله صح؟ أي حاجة في الدنيا، خدها كده قاعدة عامة، أي حاجة في الدنيا عايزة أعملها صح يبقى أعمل لها إدارة. يعني إيه إدارة؟ يعني الأربع كلمات اللي قلناهم. عايز اعيش حياتي صح، يبقى لازم اعمل اداره لحياتي، لازم اعمل تخطيط. انا عايز ايه؟ انا عايز اشتغل ايه؟ الاول عايز ادرس ايه؟ عايز اشتغل ايه؟ عايز اتجوز مين؟ عايز اخلف قد ايه؟ عايز اعلمهم ازاي؟ كل ده تخطيط، وبعدين تنظيم، وبعدين توجيه، وبعدين رقابه في اي حاجه من شؤون سواء حياتي الخاصه او الوظيفيه. يبقى يركز هذا العلم على كيفية تهيئة وإعداد وتجهيز المنظمة لتكون قادرة على استخدام أمكانية. يبقى أنا بقى عشان أنا عمالة أقول الابتكار مهم ومهم، طيب عرفني إزاي أعمل إدارة للابتكار عشان الشركة تنجح وتعرف تعمله بشكل صحيح. ما يبقاش كده العملية إيه ماشية بالبركة ولا بالفهلوة ولا بحسب كده النصاحة بتاعت المدير ولا الإدارة العليا. لا، هي النصاحة مطلوبة، الإدارة فن، لكن بالإضافة ليها أنها علم. يبقى لازم نعرف الخطوات العلمية اللي احنا نقوم بيها علشان ندير الابتكار بشكل صحيح. طيب لو سألنا نفسنا سؤال تاني، تقتصر الإمكانيات الإبداعية للمنظمة على قسم البحوث والتطوير فقط؟ يعني لو أنا شركة عندي قسم بحوث والتطوير يبقى هعمل ابتكار، ما عنديش يبقى دار ما دخلك شر. طبعا العبارة دي خاطئة، لأن في شركات كتيرة جداً مش بتعمل إدارة للبحوث والتطوير، بس كل فرد موجود فيها من أول المدير لغاية الفراش، العامل اللي واقف على الساعي اللي واقف على باب الشركة بيعمل ابتكار في الشركة. يبقى هي مسؤولية الكل. يبقى سواء عملت إدارة للبحوث والتطوير، على حسب، افرض أنا شركة صغيرة ما عنديش إمكانيات، ما عنديش فلوس، يبقى عندي أوضة مستقلة أسميها إدارة البحوث والتطوير واجيب لها موظفين، ما عنديش كل ده، خلاص. أنا لو شركة كبيرة عادة بعمل قسم البحوث والتطوير، لكن لو أنا شركة صغيرة لسه على قد حالي، لسه مشروع صغير، لسه مش عارفة الكلام ده كله، يبقى مش لازم يبقى عندي إدارة اسمها بحوث والتطوير، لكن ده ما يعفيش كل اللي شغالين في الشركة إنهم يعملوا بحوث والتطوير. يبقى تقتصر الإمكانيات الإبداعية المنظمة على قسم البحوث والتطوير فقط؟ قلنا لأ، غلط. لا تقتصر الإمكانيات الإبداعية المنظمة على قسم البحوث والتطوير فقط، بل تمتد لتشمل كافة العاملين بها أياً كان مواقعهم أو تخصصاتهم، أياً كان. قلت لك من أول المدير لغاية الفراش. طيب لما نيجي نتكلم عن دورة حياة الابتكار، عشان أقدر أنتج ابتكارات بطريقة فعالة لازم أعرف دورة حياة الابتكار، عشان ابتدي مع الابتكار بتاعي من ايه؟ من زميلاده، اقف جنبه من اول ما يتولد ومن قبل ما يتولد كمان، ارعاه واعرف هو في انهي مرحله ومحتاج مني ايه.
يبقى مهم قوي ان انا اعرف دورة حياة ايه اللي اي ابتكار موجود عندي في الشركة او حتى في حياتي، علشان ده هيساعدني كتير في كيفية ادارته بشكل صحيح. ادي مراحل دورة حياة الابتكار، ببتدي بالتحدي والابتكار، بعدين الانتاج التعاوني للافكار عن التوليف، وبعدين التقييم العلمي، وبعدين الاختبار والتطوير، وبعدين التنفيذ، المراجعة، الاحتياجات الجديدة. خلينا نبتدي ونمشي خطوة خطوة من مراحل دورة حياة الابتكار. الأول خالص التحدي الابتكاري. يعني ايه تحدي ابتكاري؟ يعني أنا عندي مشكلة عايزة أحلها، عندي مشكلة بمعناها الواسع اللي اتكلمنا فيها قبل كده، عندي بدائل، محتار أختار ما بينها إزاي، أختار أنهي ما بينها، عندي هدف عايزة أحققه، عندي وضع سيء أو مأساة أو معاناة أنا واقع فيها. يبقى دي التلات معاني للمشكلة، يبقى ده التحدي الابتكاري، دي الحاجة اللي بتتحدى ذهني إزاي أحلها المشكلة دي. يبقى دي أول حاجة، الدورة بتبتدي بظهور مشكلة أمام المنظمة وما فيش حل واضح قدامي، يعني عايز أفكر لها في حل جديد بحيث أن أنا أحقق هدفي بأفضل طريقة ممكنة. هنا بتشكل المشكلة، هذه المشكلة التي يجب حلها أو الهدف اللي أنا عايز أوصل له زي ما قلت لك، أو البديل اللي أنا عايز أختاره ما بين عدة بدائل. يبقى أن افتقاد الحلول وما فيش حل معروف أو قديم أو عملته قبل كده حلل المشكلة دي، ما عايز أفكر في حل جديد، يبقى محتاج أفكار جديدة، أفكار غير مسبوقة، وده اللي بيشكل لي فرصة. فرصة هنا، في فرصة، في لمبة كده بتنور، الحتة دي محتاجة إبداع، الحلول القديمة ما عادتش نافعة معاه، محتاجة إن أنت تفكر بشكل إبداعي وتجيب لي حاجة جديدة. يبقى مجرد صياغة المشكلة والهدف اللي أنا عايزة أوصل له، أنا كده قطعت نص الطريق زي ما قلت لك المحاضرة اللي فاتت، ويبقى ما عليا غير إن أنا أمشي في مراحل التفكير عشان أوصل لفكرة إبداعية، وبعد كده أمشي في مراحل الابتكار عشان أنتج منتج ابتكاري صالح للتطبيق في البيئة العملية. طب لو سألنا نفسنا وقلنا لا توجد أي قيود على تشكيل هذه المجموعة، الناس دي اللي بتقعد عشان تحدد المشكلة أو التحدي الابتكاري، ما فيش أي قيود علينا، فالعبارة صحيحة، لا توجد أي قيود على تشكيل هذه المجموعة. المجموعة اللي بتقعد عشان تحدد التحدي الابتكاري اللي احنا موجودين فيه أو واقفين أو هو واقف قدامنا دلوقتي، لازم أعمل مجموعة أو لجنة زي ما بنسميها في الشركات بتاعتنا. أول حاجة بتتكون من مين؟ من فريق العمل، من فريق عمل، من الخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة. يعني ما منعش أنا مثلاً، أنا عايز أنتج، عندي عايز أنتج منتج بدائل كتير، لان انا انتج المنتج بتاعي، عايز انتج منتج جديد وقدامي فيه بدائل، مقترحات كتير، العملاء قالوا لي، طيب انا محتار، يبقى دي مشكله، ده تحدي ابتكاري، يبقى لازم اعمل فريق عمل يبقى بيضم تخصصات مختلفه، اجيب الراجل بتاع الانتاج مع بتاع التسويق مع بتاع الاتش ار مع القانونيه، شؤون القانونيه برضو، يقول لي ايه قانونيه ما يمكن بديل منهم، واحد من العملاء طلب ان يكون فيه خمور في المنتج مثلا يعني، والدوله اللي احنا فيها بتمنع هذا الموضوع، يبقى لازم اجيب فريق عمل من متكامل من خبراء مختلفين من تخصصات مختلفه. رقم اثنين، قد تتسع لتشمل، ممكن كمان اخد كل العاملين اللي شغالين في الشركه كلهم، اعمل لهم استقصاء للراي او سيرفي، اطلب منهم ان هم يقولوا لي رايهم في الايه، في البدائل اللي احنا ناويين نختار ما بينها دي. وكمان قد تتسع اكتر من كده، فبتشمل المستفيدين من كمان العملاء، يبقى ممكن انها تبقى مجموعه كده، لجنه يعني محدده هي اللي هتناقش معايا التحدي الابتكاري ده، وممكن تبقى العاملين كلهم، وممكن كمان تبقى العملاء بتوعي. المرحله الثانيه مرحله الانتاج التعاوني. خلاص احنا حددنا مشكلتنا زي ما قلنا قبل كده في الابداع، حدد مشكلتي، وبعدين نبتدي نقعد بقى ونطرح افكار جديده مبدعه بره الصندوق، متنوعه، ما نحجرش على الافكار زي ما قلنا قبل كده، وكل واحد حسب خلفيته العلميه. يعني لما اجيب الراجل الفراش واقعده معانا في اللجنه دي، هيجيب لي افكار برضه بس على قده، على قد مستواه التعليمي، وممكن الافكار دي تنفعني، ممكن ان انا اطبقها في البيئه الاجتماعيه اللي ايه اللي زي البيئه بتاعه العامل او الفراش بتاعي ده، وهكذا. يعني الكل هيجيب لي افكار مفيده،
مهما كبر أو صغر ومهما اختلفت تخصصاتهم أو مستوياتهم الإدارية. يبقى هنا اللي احنا قلناه بقى في المحاضرة اللي فاتت، اللي هنعمل عصف ذهني. يبقى أنا عشان أعمل ابتكار في الأول خالص لازم أعمل إبداع وأجيب ناس وأعمل عصف ذهني وخليهم يفكروا معايا ويقولوا أفكار جديدة. وحصلت المرحلة دي إن أنا أصيغ فكرة أساسية لموضوع الابتكار، دي الفكرة الأساسية. المرحلة الثالثة التكوين بقى والتوليف. هنا مش معنى إن أنا صغت صياغة يعني جديدة للأفكار الجديدة ولغاية كده هي مكتوبة على ورق ولسه مش عارف عشان أطبق فكرتي دي، ما هو يعني زي ما بيقولوا إيه، في حاجات بتخدم على الفكرة. يعني أنا مثلا لو أنا هنتج العربية اللي أنا لسه بقول دي إن أنا عايز أفكر من زمان قديم الأزل بقى، لما فكروا في تصنيع العربية مثلا يبقى إيه، عايزين حاجة تنقل الناس بسرعة، ففكرنا كده إن إحنا نجيب صندوق خشب ولا حديد ونحطه تحتيه جذع شجرة مدور والعربية تمشي. طب ماشي، دي كلها أفكار على ورق. طب هل هي لما أجي بقى أنفذ الكلام ده مش في صناعات أو حاجات تانية هتخدم عليا؟ فيه، وهو ده اللي بنسميه الحزمة الابتكارية. يعني أنا مش بس محتاج خشب ولا هيكل معدني، مش بس محتاج إطارات ممكن تبقى الأول خشب وبعدين معدن وبعدين كاوتش، ومحتاج كمان اللي هو بتاع الفبر عشان يصنع لي الحاجات اللي هي تبقى فبر في العربية، ومحتاج كمان بتاع القماش لو احنا بنتكلم بقى عن تطور العربية عشان يعمل لي الكراسي وينجدها، ومحتاج كمان بتاع الإزاز عشان يركب لي إزاز، ومحتاج بتاع الوصلات الكهربائية عشان يوصل الكلام ده كله بكهربة العربية، ومحتاج حاجات كتيرة قوي. يبقى دي كلها اسمها الحزمة الابتكارية. يبقى أنا عندي منتج واحد بس، عندي كهربائي بس، هو منتج واحد لكن حواليه حاجات منتجات كتير فرعية بتخدم عليه. يبقى دي لازم ده مرحلة التوليف بقى، اللي هو الشجرة تكبر. خلاص أنا كتبت الفكرة بتاعتي والمنتج الابتكاري اللي أنا عايز أعمله، أبتدي أفرع بقى، أفرع ده محتاج إيه، وده والإيه ده محتاج إيه تاني، وده والإيه التالت محتاج رابع، وهكذا. طيب بعد كده المرحلة الرابعة التقييم العلمي. أنا هنا بقى من قبل قبل العمل على تنفيذ الحزمة الابتكارية بقيمها، بوديها لناس متخصصين في الموضوع ده بشكل أدق، ويبتدوا ان هم يقيموا الفكره بتاعتي ويقيموا تصميمي المبدئي ليها، ويحطوا مجموعه من المعايير الموضوعيه زي المتعلقه بالجوانب التكنولوجيه او الاقتصاديه او الاجتماعيه. هل المجتمع بتاعي هيقبل المنتج ده ولا هيستهجنه ولا ايه بالظبط؟ يبقى انا الحزمه الابتكاريه دي ابتدي بقى ايه، اعمل لها تقييم علمي. الخطوه الخامسه اعمل اختبار وتطوير، اعمل كده زي بروتوتايب. يعني زي بالظبط ايه، لما الشركات تبقى عايزه تطبق منتج جديد تنتج كميه قليله منه وتنزل تجربه كده على مجموعه قليله من العملاء، هو ده اللي بتسميه البروتوتايب. والله حقق عجب العملاء واتباع وحقق اهداف الشركه وحقق مكاسب، يبقى جو اون، يبقى هعمل خط انتاج كبير. بعد ما كنت انتجت مثلا 20 عبوه نجربهم كده الاول، لا ده انا هبتدي انتج بقى ايه 2000 عبوه. ليه؟ خلاص عدينا، عملنا بروتوتايب يعني زي نموذج كده مصغر، نموذج محاكاه للمنتج بتاعي، والناس عجبهم واشتروه، خلاص يبقى انتج بقى ايه بكميات كبيره وباحجام كبيره واطرحها بقى على السوق والعملاء بتوعي. طيب بعد كده مرحله التنفيذ، المرحله السادسه مرحله التنفيذ. بيعتبر تنفيذ ده المرحله حيويه جدا، لان انا ممكن اخسر كل الخطوات اللي فاتت لو انا نفذت غلط. التنفيذ ده يعني الاخراج، يعني زي العمل الفني كده لما المخرج يظهره بقى خلاص قدام الناس على الشاشه، يا اما ينجح الروايه اللي الراجل المؤلف تعب فيها والسيناريست كتب السيناريو ومش عارفه مين عمل ايه ومين عمل ايه وكل الخطوات اللي قبله دي، يا اما هو يبرزها وينجحها لان هو اللي بيظهرها للنور، يا اما يفشلها ويخرجها بشكل سيء فيضيع كل مجهود الناس اللي قبله. نفس الفكرة في مرحلة التنفيذ، مرحلة مهمة جدا عشان هنبتدي بقى ايه ننزل المنتج الابتكاري بتاعنا في السوق ونشوف ردود الافعال بقى الفعلية عليه، سواء كان سلعة او خدمة. طيب خلاص كده انا دوري انتهى، سلام عليكم، انا ماليش دعوة باللي يحصل بعد كده. لا طبعا،
الإدارة الصحيحة للابتكار إن أنت تعمل فيدباك رقابة. فاضل الايه الحاجه العنصر الرابع من عناصر الاداره، الرقابه، ان انا اعمل مراجعه واشوف هل تنفيذ الابتكار ونزلته للسوق وبعته للعملاء هل فعلا حقق الهدف اللي انا كنت حاطه عشانه، هل اشبع حاجات العملاء، هل زود مكاسب الشركه ولا لا. يبقى لا يعني تنفيذ الابتكار على نطاق واسع بقى خلاص مش بروتوتايب، لا ده انا انتجت 1000 وحده في اليوم ونزلنا نوزعهم، مش معنى كده ان انا كده نهايه المطاف وخلاص شكرا. لا، اشوف الناس اشتريت ولا لا، عجبها ولا لا، في عليهم يعني في اي ملاحظات او تعديلات عليه ولا لا عشان ادخلها عليه باستمرار. يبقى هنا المرحله دي بتمثل الفرص التي يمكن من خلالها مواكبه التغيير. ده هم العملاء نفسهم ممكن يكونوا قايلين لي على احتياجات معينه في شهر 12، انا على ما انتجت المنتج اللي هم عايزينه كان بقينا في شهر 1 ولا 2، الاقي هم نفسهم احتياجاتهم اتغيروا. يعني غلط ممكن ما يكونش مني، انا ممكن اكون عملت لهم بالظبط اللي هم عملوه بس هم اللي متغيرين، وبالتالي انا لما رجعت لهم في شهر 1 ولا 2 ابيع لهم المنتج اللي هم كانوا موصيني عليه، يقولوا لي لا معلش اخ احنا اسفين جدا، ده انا فعلا كنت طالب بدله بصفين، لا بس انا دلوقتي طقت في دماغي وعجبني قوي عايز اعملها بصف واحد. طب ده انت يا ابن الحلال اللي قايل لي لا، طب معلش ما بدل لي الايه الباترون ولا غير الايه القصه ولا. يبقى انا هنا لازم اعمل مراجعه واعمل مراجعه دوريه ومستمره للابتكار. وده بينقلنا للمرحله الثامنه اللي هي الاحتياجات الجديده. ما انا لما راجع لو لقيت العملاء راضين ومبسوطين خير وبركه، حقق المنتج الابتكاري، حقق الهدف المطلوب خير وبركه. لا والله ما حققش، لا العملاء لسه في نفسهم حاجه، ما لا الابتكار اللي احنا عملناه المنتج الجديد ده سواء كان سلعه او خدمه لا ما اشبعش حاجاتهم ورغباتهم اللي هم ايه عايزينها، لا دي حاجاتهم اتغيرت. يبقى كل دي بتمثل احتياجات جديده بتخليني ابتدي الدوره تاني من اول وجديد، لانها بتمثل في حد ذاتها تحدي ابتكاري. يبقى ابتدي تاني تخطيط وتنظيم وتوجيه الرقابه، تخطيط وهكذا، هي دايره، عشان كده سميناها دورة حياة المنتج. طيب لما نيجي نتكلم عن نظريات إدارة الابتكار، معنى كلمة نظرية ده كل عالم من العلماء بيجي بيحط افتراضات معينة أو مسلمات معينة بيفترض ثباتها، وبيبتدي هو يفترض من عنده علاقات جديدة ما بين الايه ما بين المتغيرات، وبعد كده بتيجي نظرية تانية تنقض هذه النظرية السابقة وتطلع عيوبها وتبني نظرية تانية بالاستفادة بالمزايا وبتلافي العيوب وهكذا وهكذا. هي دي سنة الحياة وسنة النظريات في العلوم عموما والعلوم الاجتماعية على وجه الخصوص. يبقى لما نيجي نتكلم عن نظريات إدارة الابتكار نلاقي ان طبعا تعددت وتنوعت النظريات نتيجة لتعدد وتنوع تعريفات المفهوم نفسه، فالنظريات دي بتقدم وصف دقيق وتفسيرات مقبولة لكيفية إدارة الابتكار. شهدت هذه النظريات تطور يتسم بزيادة الاهتمام بالجانب الاجتماعي المؤثر في عملية الابتكار زي ما هنشوف بعد شوية. يبقى أنا عندي 4 أطوار متتابعة لنظريات إدارة الابتكار بتمثل تطور زمني أو تاريخي لهذه النظريات. أول حاجة نظرية دفع التكنولوجيا أو نظرية الهندسة، النظرية الهندسية للابتكار. هنا أنا كل اللي بيهمني إن وفقا للنظرية دي إن أنا أروح أجيب نتائج أبحاث العلوم اللي اتعملت في مجال بقى الكيمياء، في مجال الفيزياء، في أي مجال من المجالات، وأروح مطبق أروح أنتج منتج بما يتوافق مع نتائج الأبحاث دي. يبقى النظرية دي في حد ذاتها تعد هذه النظرية أول نظرية صريحة تناولت تفسير إيه ظاهرة الابتكار، وقالت إن أنا ظاهرة الابتكار أو إن أنا أعمل حاجة جديدة مبتكرة إن أنا هروح أجيب نتائج أبحاث العلوم الأساسية. يعني إيه العلوم الأساسية؟ اللي هي يعني الرياضة والكيمياء والفيزياء، وأجيب نتائج البحوث التطبيقية بقى اللي طبقوها في الواقع العملي وتبقى دي الأساس بتاعي، هو ده اللي أنا المنتجات اللي أنا هنتجها سواء كانت سلع او خدمات او عمليات جديده هعملها في الشركه او اي حاجه جديده هعملها. بيؤدي تبني هذه النظريه لنموذج خطي لانتاج الابتكار. يعني ايه؟ يعني ايه نموذج خطي لانتاج الابتكارات؟ يعني ماشي على خط واحد
يعني بالبلدي كده زي ما الكتاب بيقول، افتح كده الكتاب والاقي مكتوب حط الف زائد ب يطلع منها جيم، اروح انا جايب الف زائد ب واطلع جيم وابيع في السوق، يبقى ماشي بشكل ايه، خطي، خط واحد. يبقى طبقا لهذا النموذج تكون بدايه الابتكار هي نتائج البحوث اللي ايه التي يتبعها توصيف الايه المنتج المرتكز عليها ومواصفات عمليه انتاجه، يعني التصميم والتطوير بتاعه والتكنولوجيا المستخدمه فيه، وبعد كده ننتجه ونروح حدفينه على العميل. طب يعجبه ما يعجبوش مش مهم، مش موضوعنا. يبقى وفقا للنظريه دي زي ما انت شايف الكلام ده كان زمان تقليديه قوي، ان انا انتج في ضوء اللي المتاح ليا على قد لحافك مد رجليك، على قد امكانياتي وعلى قد نتائج البحوث اللي موجوده في عصري، همسك الكتاب واشوف بيقول ايه وانتج وخلاص، واروح حادف على دماغ المستهلك عجبه ما عجبوش مش موضوعي. يبقى هنا دي كانت من اوجه قصور هذه النظريه، انها اغفلت واهملت تماما حاجات ورغبات العملاء كمصدر حيوي وضروري من مصادر الابتكار. ده بينقلنا للنظريه الثانيه. النظريه الثانيه تلافت عيوب النظريه الاولانيه وقالت بس ولا تزعلوا يا عملاء، انتوا زعلتوا ان احنا بنفرض عليكم المنتجات فرض، فعشان نتغلب على العيب او القصور الموجود في نموذج دفع التكنولوجيا لاداره الابتكار، لا هتبنى فكره ان الحاجه ام الاختراع. يعني لما انزل واشوف احتياجات العملاء واخد رايهم، هي دي المصدر الاولي والاساسي ليا ورقم واحد بالنسبه لي في الابتكار اللي انا اعمله. يبقى هنا ابتدينا ناخد بالنا شويه من العملاء. طبقا لهذه النظريه يتم التكامل الفعال بين اداره الابتكار واجراء بحوث مين؟ التسويق، اللي هي بتقوم بيها اداره التسويق عشان تعرف راي العملاء بتوعها. هنا بتهدف لايه؟ التكامل ده بيهدف لايه؟ اول حاجه ان انا عايزه اتعرف على احتياجات العملاء بس عشان انتج لهم منتجات جديده تلبي هذه الاحتياجات، ودراسه مدى تلبيه المنتجات والعمليات والخدمات الحاليه. يبقى انا بدرس احتياجات العملاء وبشوف انا منتجاتي الحاليه بتلبي الاحتياجات دي ولا لا، لو بتلبيها يبقى يا دار ما دخلك شر، يبقى خير وبركه الحمد لله كفى الله المؤمنين شر القتال. لا والله ما بتلبيهاش، لا ده احنا المنتجات بتاعتنا في وادي واحتياجات العملاء في وادي تاني. يبقى انا هنا لازم بقى ينقلني للخطوه الثالثه، ان انا احدد الابتكارات التي يمكنها تلبيه الاحتياجات دي بشكل افضل. العملاء مش مبسوطين، فعايزين نشوف ازاي ننتج نعمل اي تعديلات ولا نغير في اي المنتج بتاعنا اي تغييرات بحيث ان هي تلبي احتياجات الناس دي. وده طبعا مش لسواد عينيهم، انا عايزهم يفضلوا معايا واستمر في الحفاظ على العملاء بتوعي عشان هم دول اللي فاتحين شركتي، لان هم لو مشوا سابوني للمنافسين هتضيع الحصه السوقيه بتاعتي وبالتالي هفشل وهقفل وهخرج من السوق. يبقى ابتكار، خلاص الابتكار بقى اسلوب حياه، الابتكار بقى هو اللي يمكنني ان انا اعيش، يا اما هطلع من السوق وافشل. طيب النظريه الثالثه، نظريه الابتكار المشتق من الشبكات الاجتماعيه. النظريه دي ما بقتش بتهتم على يعني على الكتب بس زي النظريه الاولانيه، ولا على احتياجات العملاء بس زي النظريه الثانيه، ولكن انا هنا ابتديت بقى ايه انوع في مصادر الابتكار بتاعتي. يعني ما يمنعش ان انا كمان استفيد من الموردين بتوعي. مين الموردين دول؟ اللي هم انا بشتري منهم المواد الخام ويجيبوا لي المكن والعدد والادوات والمسامير والخيوط لو انا في مصنع ملابس، والزراير والابر والفتل والكلام ده كله، كل دول موردين ليا. ما يمنعش ان انا استفيد بيهم، لا اقول لكم ده مش دول بس، ده انا كمان هستفيد بالجهات الحكوميه، ما فيش مانع ان انا استفيد من الوزارات والجهات الحكوميه عموما، وكمان هستفيد من النقابات والاتحادات وكمان الجامعات والمراكز البحثيه. يبقى انا كل الشبكه، انا عايش في مجتمع في وسط شبكه بيسموها الشبكات التكنولوجيه، استفيد منها كلها، اتواصل معاهم من خلال حاجه اسمها الشبكات التكنولوجيه. دي بتعتمد بشكل اساسي على منظومه تكنولوجيا المعلومات، لو ما فيش تكنولوجيا المعلومات ما كنتش اعرف اوصل بسهوله لمواقع الوزارات، المواقع الالكترونيه، ولا للموردين، ولا ابعت لهم ايميلات بسرعه وهم يردوا عليا بسرعه، ولا للعملاء بتوعي، ولا ابعت لهم قائمه استقصاء بالايميل وهم يردوها لي. الدنيا بقت قريبه، الناس كلها خلاص بقت قريبه جدا لبعض من خلال الشبكات، من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات التكنولوجيه اللي كل شركه بتعملها لنفسها.
يبقى انا هنا بقيت اخد اراء الناس دي كلها، وسواء المصادر الخارجيه للمعلومات او الداخليه، بحيث انها توصلني لافكار جديده لابتكاراتي. النظرية الرابعة اسمها الابتكار المشتق من الشبكات الاجتماعية. دي تعتبر أحدث نظرية من نظريات إدارة الابتكار، وهي بتعتمد على ما يلي من أفكار. رقم واحد، بشمل نتائج البحوث العلمية. يبقى هجيب من الأول خالص، يعني زي ما يقولوا النظرية دي جمعت كل النظريات اللي قبلها. فأنا هنا بعتبر نتائج البحوث العلمية أو التطبيقية دي نقطة انطلاق بالنسبة لي، دي الأساس، دي أول طوبة، دي أول دور في السلم اللي أنا هرتقيه لغاية لما أوصل لأفكار جديدة تمكنني إن أنا أعمل ابتكار. يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم أعرف الدور وأبقى متأكد من الدور الحيوي اللي بتلعبه التفاعلات بين المنظمات. يعني ما يمنعش إن أنا أحط إيدي في إيد المنافسين. معقولة المنافس هيساعدني؟ آه ممكن في مرحلة من المراحل أو في ابتكار من الابتكارات احط ايدي في الايد المنافس ونتفق مع بعض ونقدم ابتكار جديد يفيدنا احنا الاثنين، لان امكانياتي لوحدي مش هتساعدني وامكانياته لوحده مش هتساعده. ففيش مانع ان احنا مش لازم نفضل في خناق وعراك ونشد ونقطع هدوم بعض طول عمرنا، لا بالعكس، ممكن ان احنا نعتمد على بعض في تنفيذ الابتكارات اللي عايزين نطبقها في السوق ونكسب احنا الاثنين. واي نوت، وين وين استراتيجيه، وين وين، انا اكسب وانت تكسب. ليه لازم وين لوز مع المنافسين؟ ليه لازم انا اكسب وانت تخسر او انت تكسب وانا اخسر؟ فهنا ممكن ان انا اتحد مع المنظمات الاقتصاديه المنافسه ليا في ان احنا ننتج ابتكار. مش غلط، مش عيب، يعني لازم يبقى في تفاعلات وتبادل معلومات بمختلف انواعها. كمان لازم اخد بالي من الدور الحيوي والمتزايد اللي بتلعبه المعرفه في انتاج الابتكارات. احنا في عصر المعرفة، فهنا بنلاحظ ان النظرية دي بترتكز على حجة اساسية، وهي ان مجرد استخدام التكنولوجيا بمفردها، انا استخدامي للتكنولوجيا بس غير كافي لتوليد ميزة تنافسية، غير كافي. يبقى لازم يبقى في شبكة من الموارد البشرية اللي تستغل التكنولوجيا دي عشان اتكامل معاها وتزيد قوتي بيها، واقدر اقدم ابتكارات تحقق لي مزايا تنافسية. يبقى توليد المزايا التنافسية طبقا لهذه النظرية بيعتمد على قدرة المنظمات الاقتصادية على إقامة علاقات اجتماعية مع المنظمات الأخرى بهدف إنجاز الأعمال. يبقى أيا كانت، أحط إيدي في إيد الجن الأزرق، بس المهم إن أنا أنجح في شغلي وإن أنا وإن أنا أنفذ الابتكار بتاعي اللي هينقلني نقلة تانية. ممكن إن أنا أحط إيدي في إيد منافس منهم، مفيش مانع، في سبيل إن إحنا نتغلب نحقق ميزة تنافسية على المنافسين التانيين. ممكن ان انا استفيد بالجهات الحكوميه، بالموردين، بالعملاء، بالعاملين، بكل الطوائف اللي موجوده معايا في المجتمع. هو ده اللي بيحقق لي ميزه تنافسيه في وفي الابتكار اللي انا عايز اعمله. يبقى تزداد القدره على التعاون من خلال تبادل المعرفه بشتى صورها، يعني نتبادل المعرفه مع بعض سواء بشكل صريح او بشكل ضمني، بحيث انه يكون في الاخر نطلع كسبانين كلنا من العلاقات والتفاعلات اللي ما بيننا دي. طيب لو جينا نتكلم عن الاداره الفعاله للابتكار، وقلنا ان احنا بنعيش في عصر المعرفه، هنا انتاج الابتكارات بمختلف صورها من منتجات وخدمات جديده او محسنه ده امر حيوي. خلاص ده ما بقاش اختيار، لا ده بالاجبار، بالامر لازم ان انا انتج سلع وخدمات جديده تلبي احتياجات العملاء بتوعي عشان اقدر انافس. ما هو يعني ايه ببساطه كده؟ يعني ايه ميزه تنافسيه؟ يعني ان انا بقدم للعملاء بتوعي حاجه، منتجات سواء سلع او خدمات بتشبع احتياجاتهم اكتر او احسن من بقيه المنافسين اللي هي ما بيقدموا لهم منتجات. يبقى انا عندي ميزه تنافسيه، انا بقدم للعملاء بتوعي حاجه المنافسين مش قادرين يقدموها لي. كل ما كان عندي مزايا تنافسيه، كل ما قدرت انجح اكتر واعيش واستمر في سوق الاعمال. لان انا ما عنديش ميزه تنافسيه زي المنافسين بتوعي، خلاص الناس هتروح تشتري من المنافسين، وبالذات لو كانوا هم احسن مني. يبقى انشاء منظومه
فعالة لإدارة الابتكار ده أمر حتمي لأي منظمة تسعى للبقاء والاستمرار في ظل عالم أعمال اليوم. يبقى العملية ما بقتش اختيار، العملية الاحتياج لإدارة الابتكار أصبح ضرورة حتمية وليست حاجة اختيارية. يبقى نقطة البداية لإنشاء هذه المنظومة هي صياغة أهداف وتحديد وسائل تحقيق. زي ما قلنا نرجع تاني، عشان أعمل إدارة لازم تخطيط. يعني إيه تخطيط؟ يعني أحط أهداف. يبقى لازم يبقى عندي أهداف للإدارة الفعالة للابتكار. طبعا بتتعدد أهداف تحقيق الإدارة الفعالة للابتكار، منها إحداث نقلة. أنا ليه بعمل ابتكار؟ عايز أعمل نقلة في المنظمات. دي بتؤكد على أهمية الابتكار كوسيلة مهمة لإنجاز الأعمال. أنا عايزة أنجز الأعمال بتاعتي، عايزة أنقل المنظمة بتاعتي لكاتيجوري، لمجموعة تانية، لطائفة تانية، لفئة تانية، بدل ما أنا درجة تانية لا عايزة أبقى درجة أولى. يبقى ده الهدف بتاعي. يبقى أنا بعمل إدارة فعالة للابتكار عشان إيه؟ عشان أزود قدرتي على إنجاز الأعمال المطلوبة مني. بالإضافة لصياغة استراتيجية للابتكار تأخذ في اعتبارها أوضاع المنظمة. يبقى وأنت بتصيغ الاستراتيجية خد في اعتبارك أوضاع المنظمة، وفي نفس الوقت ساعدني إن أنا أحقق الميجن والرسالة والرؤية اللي قلناها من شوية المستقبلية. بعد 5 سنين عايزة أبقى فين في السوق؟ عايز الحصة السوقية تبقى بتاعتي قد إيه؟ نصيبي نايبي من التورتة قد إيه؟ طب بعد 10 سنين هروح في أبقى فين؟ هأكون خرجت من السوق ولا يكون النايب المفروض إن النايب بتاعي يكون إيه؟ يكون كبر لو أنا ماشي إدارة صح. طيب الحاجة التانية به وسائل تحقيق الإدارة الفعالة للابتكار. يبقى لازم أول حاجة أحدد أهدافي، أهداف الإدارة الفعالة. والنقطة التانية طب أحقق الأهداف دي إزاي؟ إيه وسائل تحقيق الإدارة الفعالة للابتكار؟ طبعا بتتعدد وتتنوع الأساليب، منها واحد إن أنا إعداد ملف في المشاريع الابتكارات، أحط كده فايل عندي. إحنا على فكرة كلنا في حياتنا بنعمل كده، لما نكون عندنا أفكار جديدة، أماكن جديدة عايزين نروحها، طبخة جديدة عايزين نطبخها، حاجة جديدة عايزين نعملها، لبس جديد عايزين نعمله، نلاقي نفسنا نكتب كده في ورقة ونشيلها، وبعد كده نرجع نكتب تاني ورقة تانية ونشيلها وهكذا. يبقى أنا هنا إيه في الشركة بقى من باب أولى إن أنا أعمل الموضوع ده بشكل منظم، إن أنا أعمل ملف كده فايل عبارة عن كلها مشاريع ابتكارية، كلها مشاريع، كلها مخططات لابتكارات ممكن أطبقها في الواقع العملي. ودي الابتكارات دي اللي أنا محتفظ بيها في الفايل ده مفروض إنها تحقق لي مزايا تنافسية. وبعد كده يتم تنويع هذه المشاريع طبقا لطبيعة الابتكار. هشوف هعمل ابتكار جذري، هعمل قلبة وقومة في الشركة. بعد ما كنت بنتج ثلاجات هفضيني سيرة من الحكاية دي وأنتج موتوسيكلات، حاجة تانية خالص. ولا هعمل تغيير تدريجي، يعني أنا كنت بنتج ثلاجات فهنتج معاها ديب فريزر، فأنا هنا عملت يعني إيه نقلة تدريجية كده يعني لخطوط الإنتاج بتاعتي. يبقى أنا عايز أشوف أنا عايز أعمل إيه بالظبط. طبيعة الابتكار بتاعي بتحتم عليا أعمل تغيير جذري ولا تغيير تدريجي، عشان بناء على كده أقدر أقدر المخاطر اللي أنا أتعرض ليها وأديرها. ده في تخصص كامل عند زمايلنا بتوع قسم الرياضة والتأمين اسمه إدارة المخاطر. فأنا عايز أشوف يعني عايز أعرف المخاطر المتعلقة بكل مشروع من المشاريع دي وأديرها إزاي هقدر أواجهها. بالإضافة لتوزيع هذه المشاريع في مجموعات استراتيجية. والله المشاريع دي أكثر أهمية، لا المشاريع دي أقل شوية أهمية. يبقى أوزعهم كده في مجموعات استراتيجية تيسير عملية تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذها. أنا لما أقسم المشاريع، لما أقسمها في تصنيفات أحطها في توزيع، أفقطها كده زي ما بفقط ورق الكوتشينة، بحط واحد الأربع ورقات بتوع واحد تحت بعض واثنين تحت بعض وثلاثة تحت بعض، بيبقى سهل بعد كده إن أنا إيه أتعامل معاهم، أو إن أنا أخصص بقى موارد مادية وبشرية لتنفيذ هذه المشاريع. طب افرض حصل تغيرات في البيئة الاقتصادية، أعمل إعادة تخصيص تاني، مفيش أي مشكلة. إن أنا إيه أنا مش بتكلم في كتب سماوية، مش بتكلم في قرآن ولا إنجيل، لا عادي. حصل أي تغيرات في البيئة الاقتصادية ممكن إن أنا أرجع تاني أغير في الخطة بتاعتي أو أغير في الموارد أو في تخصيص الموارد بتاعتي. وبعد كده
يعتبر تحقيق معايير. رقم 2، يعتبر تحديد معايير الانتقاء المشاريع الابتكارات دي احد وسائل تحقيق الإدارة الفعال. مهم قوي ان انا اعرف اختار ازاي، لان انا ممكن امشي كل الخطوات دي صح واجي لغايه المرحله الاخيره اللي هو هحط ايدي في الدرج اطلع، او في الملف في الفايل اللي انا عامله اللي فيه مشاريع الابتكارات ممكن اطبقها، احط ايدي عشان اطلع واحد منهم يطلع واحد غلط، يطلع واحد مش مدروس كويس. يبقى هنا انتقاء المشروع الابتكاري اللي هطبقه ده طبعا مهم جدا، وده احد وسائل تحقيق الاداره الفعاله، والا هتبقى انا ادارتي غير فعاله للابتكار، ما وصلتش لحاجه مفيده يعني. ولازم يبقى في تحديد لاولويات التنفيذ. وايه هي معايير التقييم لكل مرحله من مراحل الايه اللي انا بمشيها في تنفيذ المشروع الابتكاري ده؟ طيب رقم 3، اعداد ملف شبكات المعرفه الخارجيه، يعني الشركاء الخارجيين بتوعي سواء الحاليين او المحتملين اللي هم العملاء بتوعي والموردين، الجهات الحكوميه، الجهات البحثيه، المؤسسات التعليميه، الضرايب، اي حاجه، كل الشبكات المعرفه الخارجيه اللي انا ممكن استفيد منها في جمع معلومات تجيب لي افكار جديده وابتكارات جديده سواء حاليين او محتملين اعمل بيهم ملف برضو. كل حاجه تبقى دوكيومنتد او موثقه، ما اعتمدش على الذاكره لاني اكيد هنسى واكيد حاجات هتقع مني كتير. 4، نشر ثقافة داعمة للابتكار. لازم نرجع تاني ونقول لازم الثقافة التنظيمية تبقى ثقافة الابتكار، ثقافة داعمة ومشجعة للجميع للتعبير عن أفكارهم وآرائهم بتطوير العمليات أو المنتجات. وأخيرا رقم 5، تطوير ودعم رأس المال الفكري اللي هم بيسموه الانتلكتشوال كابيتال، من خلال تطوير قواعد بيانات. يبقى عندي حاجة اسمها بنوك أفكار، بنوك أفكار اللي هو الايديز بانك، حتى في حياتك الخاصة خلي عندك كده زي ما بنقول من شوية، كل ما تجيلي فكرة حلوة فكرة جديدة أدونها في أجندة، ففي الآخر ألاقي عندي بنك أفكار زي البنك كده اللي فيه الفلوس، رصيدي من الأموال، كمان بنك الأفكار فيه رصيدي من الأفكار. دي بتحتوي على كافة الأفكار المقدمة من العاملين في المنظمات ومن العملاء ومن كل الجهات الخارجية. طب لو حبينا كده نعرف ايه، ما هو تعريف رأس المال الفكري؟ ده كل ما تملكه المنظمة من مكونات بشرية او تنظيمية او اجتماعية، كل حاجة انا بملكها تفيدني وتحقق اهدافي، وبشكل على وجه الخصوص الكفاءات البشرية المبدعة دي الرأس مال الفكري بتاعي، اللي هي لو عندي ناس مخها نضيف هي اللي هتعرف تعمل مكونات تنظيمية واجتماعية وتعمل كل حاجة صح جوه ايه؟ جوه الشركة بتاعتي، هي اللي تعرف تستفيد من التكنولوجيا والموارد المادية الموجودة في الشركة. يبقى لازم تبقى عندي كفاءات بشرية مبدعة ذات الخبرة والمعرفة والمهارة اللي بدورهم بيعملوا هياكل تنظيمية فعالة، وبيعملوا برامج وعمليات وقواعد، يحطوا قواعد يعني ناجعة تمشي الشغل صح. ايضا راس مال الفكري بيشير الى ما لدى الشركه من علاقات كمان مع كافه الاطراف، الجيش العلاقات بتاعي، شبكه العلاقات بتاعتي سواء مع الاطراف الداخليه اللي هم العملاء او الخارجيه، سوري الاطراف الداخليه اللي هم العاملين، او الاطراف الخارجيه اللي هم العملاء والجهات الحكوميه والمؤسسات الخيريه والمؤسسات التعليميه والضرائب وكل الجهات الخارجيه اللي ممكن نستفيد بيها. ده طبعا بيساعد على تحسين اداء المنظمه وبيساهم في تنميه الحصه السوقيه، وده بيؤدي بدوره لتعظيم قدرتها التنظيميه، بيؤدي لنجاح الشركه وتحقيقها لنتائج اعمال متفوقه تقدر انها تحطها في مصاف المنظمات الموجوده في السوق. يبقى احنا كده انتهى الفصل الرابع، ناقشنا فيه دورة حياة الابتكار والنظريات المختلفة لإدارة الابتكار وكيفية الإدارة الفعالة للابتكار. بكده انتهت المحاضرة الرابعة، ألقاكوا على خير إن شاء الله في المحاضرات التالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.